مرحبا بكم في قسم الإرشاد الأكاديمي بكلية المجتمع في قطر. عزيز الطالب، زيارتك للمرشد الأكاديمي تساعدك على اكتشاف قدراتك وتحديد أهدافك ورسم خطتك المستقبلية. مرشد أكاديمي لكل طالب، كل طالب في الكلية له مرشد أكاديمي، فلا تتردد في طلب النصيحة والمساعدة. يمكنك التعرف على مرشدك الأكاديمي باتباع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول إلى نظام بانر عبر الرابط oasis.ccq.edu.qa. قم بإدخال رقم الطالب المكون من 9 أرقام، ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بك. اضغط على لوجين للدخول، ثم اضغط على قائمة student. اضغط على قائمة student records، ثم على قائمة view student information. ستجد اسم المرشد مدون في خانة primary advisor. راجع مرشدك الأكاديمي وكن على تواصل معه، وذلك بحجز موعد مسبق من خلال الرابط التالي apps.ccq.edu.qa/advice-me. وفي حال تعذر حضورك أو رغبتك في إلغاء الموعد، يرجى إرسال إخطار مسبق قبل موعد الجلسة بساعتين عبر بريدك الإلكتروني الخاص بالكلية إلى المرشد الأكاديمي الذي اخترته. الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية التي تشكل متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد. كيف تعرف خطتك الدراسية باستخدام نظام الخدمة الذاتية بانر؟ ادخل إلى نظام بانر عبر الرابط oasis.ccq.edu.qa. قم بإدخال رقم الطالب المكون من 9 أرقام، ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بك واضغط على لوجن. اضغط على قائمة student، ثم اضغط على قائمة student records. اضغط على قائمة degree evaluation. اختر آخر فصل دراسي select a term، واضغط على generate new evaluation، ومن ثم قم بتحديد تخصصك program. اختر آخر فصل دراسي term، ثم اضغط على generate request. ستظهر الخطة الدراسية الخاصة بك بالكامل. عزيزي الطالب، مرشدك الأكاديمي هو مصدرك الموثوق للمعلومات الأكاديمية. كلية المجتمع في قطر، نعلم الأجيال لبناء مستقبل الوطن.